الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. باب سجود السهو لبابين مسابين. باب صلاة التطوع. بلى. من بابك بحث كان لبارين يوجد سنة كان يعني يوجانيك واجبني. أفرمي أفضل عبادات البدني الصلاة قولترين أو عبادتانيك ببدن جيبجي أكري نيجا، ونفلها أفضل النفل، ونفلي نيجيش فضيلتي لها منفلكان ترزيعترا، وما شرع له الجماعة وهو العيدان والكسوفان والاستسقاء أفضل مما لا يشرع له الجماعة. ديار أم نفلاني شدوبة شنو ليجا نفلانا بريك يعني جماعتي أنت يا مشروعة بريك يعني جماعتي أنت يا مشروع نية يعني أوانيك جماعتي أنت يا مشروع كراوة كانوا يجي دوججنا كانوا نيجي من جيران وروج جيران ونيجا باراني أم بين جانايا أما فضيلتي أن زياترة لويك وجماعتي أنت يا مشروع نية حالبي وهو ما سوى ذلك جاء ويك جماعتي تيا مشروع نية ما سوى أم بين جاية بلان لكن الرواتب ياهر لكن الرواتب يتشهد به مع الفرائض أفضل من التراويح طالما يجي استثنامان هيا الرواتب لقى الفرائض كهيا فضيلتي أنا لوجي تراويح زيادة لقى لوجا تراويح جماعتي تيا سنتها أو الرواتب جماعتي تيا سنتني أما أوى ولي سير أوي لريزكا أمشي باز نكر ودي أو بينجانا جماعتي أنتها مشروعة بو تراويح كباسي أوي نكر كنيجي تراويح شيء أو شيء لغرض ذكر كردات وأكملوها كاملتريني رواتب ركعتان قبل الصبح دو ركعتي بل نيجي بياني وأربع قبل الظهر وأربع بعدها وشواري برل الظهر وشواري دعاء ظهر وأربع قبل العصر شواري بين العصر والركعتان بعد المغرب دور ركعات دعاء المغرب والركعتان بعد العشاء باشا ودور ركعات لدعاء العشاء يعني مجبوعا أمانا بمؤكد بغير مؤكد وجائسة بمدامو يعني بمفلي يقر حسابي دور ركعات برل بياني وحشتي دور بريني وراء ما أبيت الدو شواري برل العصر أما بو شوار دو دواني دوا مغرب دواني دوا عشاء أما حجد دان أما والمؤكد من ذلك عشر ركعات بلان مؤكد ويكتأكيدي لسربي لو مجموعة من ذلك يعني لو مجموعة كباس مانكر ددان در ركعات ركعتان قبل الصبح والظهر وبعدها يعني برل نيجي بياني دوان برل نيجي نيورو دوان دوان نيجي نيورو دوان أما شاش وبعد المغربي ودوان مغربي جدوان أما هشت والعشاء جدوان أما بري أودك ولي ويندب الركعتان قبل المغربي مندوب دو ركعات اللي بيج مغرب داب أخوان دري ولي والأي جمعة اللي بكين والجمعة كالظهري أوكو الظهر يعني كواتب برل نجي جمعة دو ركعات مؤكد ودواني غير مؤكد سنة دو جمعة كشروة وما قبل الفريضة وقته وقت الفريضة وديار أو راتبيك لفيش فرزك دعا وقنوجي بياني وقتك وقت فريزك كواتتو ما يشتع الشوي بمياني دور كعات خويني كأنما راتبي فيش بيانية وبرناك يعني يبدو يبان بيوا وقتك بيتر وتقديمه عليها أدب وبيش خستني أو راتبة يعني أما قبل فريضة عليها لسر فريضك خوي أدب يعني رعاية تقريبا جزء أدب يعني وكو بري نريتي دينية نريتك ديني وهو بعدها أداء وما بعدها يدخل وقبله وهو بعدها أداء يعني أجر إيما مثلا أو فريضي قبل نيجاكش بخين الدعاء بخين الدعاء نجوار أداء ناجي تازل نسمان درشوا بكين قزة حربي وما بعدها يعني الرواتب ما بعد فريضة يدخل وقته بفعلها وقت أوان دي بويك وقت فريزة كمان خوين
يعني أجر فريزك الأنجام دا أمجا وقت الراتب يدوان يجك شاتوا ويخرج بخروج وقتها ولي وديار وقت الراتب خارج أبي بخارج بوني وقت فريزك وأقل الوتر ركعة ونيجي وتر داني كما كي ركعاتك وأكمله إحدى عشرة وأكمل كي يعزده يعني تو دداني ببينش كردودو أيان خواني ودو أيج يقرك عاتك أي بتانية ويسلم كل الركعتين لهرد ركعاتك شاء صلاة وأداته وأدنى الكمال ثلاث بسلامين ولن يجي وتردى أدنى الكمال يعني أمو درجة كمال قشتبين لاني كمي كمال سي سي خواني يعني سي وتر سي ركعاتي وتر بدو صلاة مثلا نية دو ركعات الدابستوا صلاة بيته أو دو ركعات الخوان دو أعطي ركعات الخواني يقرأ في الأولى وسنته لركعاتي أول لو سيانا لا سبح اسم ربك الأعلى بخواني وفي ثانية لدوما كذا قل يا أيها الكافرون بخواني وفي ثالثة لسيما كذا قل هو الله أحد بخواني والمعوذتين يعني هل سكام بخواني عربي وله وصل الثلاثي وبقى الشخص الدروس هل سركعاتك وصل كابيك وقنوجي مغرب بدو تحيات بخواني عربي أنا مصدق وصلينك أو دوركتي أو سنيتي كذي يعني. نعم، توقف على نية مسيرك عاد وترك بهم لا هو. شيء لا والله. أجر قديك، من دو يكبر جذاب كي يكبر جذاب. دباشة، أجر بجي أجاب نية مدورك على نوجي وترك بهم. أي شيء. لا أخريش على نية ما ركعتك نوجي وترك بهم مو. والإحدى عشرة تبي تسليمتي باشا. بفلمك أنا وراء ما بدو صلاونية. ولا بدو تحيات وله وصل الثلاثي يعني هرسيك وصلك والإحدى عشرة يعني بوشي هي يعزدكش وصلك بيك صلاة ودانه هريال آه. يعني ما مصاود دلد سيك وصلك يتاترين وفضلتك هر بيك صلاة نا وكالي وله وصل الثلاثي نا وجريك صلاة ودانه يتر وله وصل الثلاثي بيك وصل يانك يعني لأصلا فصل باشا هن اللي بيشا باسي كرم أجر فصل ببيب عشان والله ما أجر وصل يشارك بيكو أتواني حتى ينظرك أتواني بيك صلاة ودانو كش بيكو خير. نية من ينظرك أنا إيش واتر خير مو. أيقدر يقرأ كذا. شون؟ أيقدر. أوقع يقرأ ركعاتك بجيا نية بركعاتك خير بيت. يقرأ ركعاتي جدروس تيجي. بلى. وليته درجة ناقة بدرجة كمال. كمال. أو. كمال سيء. كمال كيس سيء أقل لي كمال. أقل لي كمال سيء. إتى أول مرة تبم جاء بنجا أمرا حوتة أمرا نوية أمرا يازديا إتى يازديا إتى وأكثر كمال يعني آخرين درجة كمال يعني حاج ما وصلنا إلى أيسا أم ينظرك هذا هل بين وش قاعد يشاب يخني أما شونيو جيد توأم نعم شونيو جنيه يعني وهل فقط ميترك يا نظرك يا شونيو عيسى بهالشكل كي هو نعم نورا أما هالوترة حموي أما حموي وتر يعني في عمر خالص أنا بتجلى عالم ينظرك هذا وتر هين تدري شو كان دوا غير يما بالوابي والله إذا إيش أنا رنجة هاي أخي ما شو نوج من هي ونوج تهجد من هي هر أم شو نوجي هر أم يا ولا من لبر أم ركعات تاقي كلا آخر ويا أو ناوي وتر إلى سلمي أنا هر ما هر ما شو نوجي أم جال بلام وتهجدك إلى بروبيا من بخوي وهرسي توه أخذ تهجد باب تفعله باشا ماستر مجرد كي هجوده هجود يعني قرم خو يعني خوي قرص باشا جاء تهجد باب تفعل بو تجنبه يعني بو دوري فاعلك إلا ما أخذي اشتقاقك مثلا تأثم يعني دوري لقناح كرت باشا لوجه تهجد يعني دوري لهجود كرت جاء فتهجد به نافلة لك فتهجد يعني هجودك تركي خوك لخو هست الروبون ويش آوا هذا معنى أجر مثلا دواي أويك لخو هستي توا بيخواني هر شو نويش بلام تهجدي شايته أو كاتا شو كتو أبيت الصلاة تهجد أو كاتا هذا ما صار حال وصل إقبال صار ما هر وتركي خلنا شو نويش بس أويا ركعتي دوا ظاهرا يتوه كوت من أما هر أما هر يكن يعني نيجي شو نيجي وترك إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة دباش كانت تلك صلاته تعني بالليل شو كانت تلك صلاته كانت تلك صلاته صلاته
يعني تعني بالليل أنا منظوري في نوع بشوى يعني أما نوجي في غنبر بو بشوى منظور أجر عيسى كانت تعني بالليل أجر أوي بوت أو تفسيري نكاي يعني في غنبر هلا وياخبن تنوج فرض كاني ناخبن وانيا ولي أجر كانت تعني بالليل يك يعني منظوري حضرت عائشة أو أبوه يعني بشوى أمانيا أخبن أو يعني ليلي فرض كا أم ينظر كاتشيخ ولا شاشه نيوز تشير فندو يعني ترى وي راه فرض بو لسه بيغمصات على امان انه على شونج بو فرض بو امان يجي بيغمبر بو بشوا اوا برجع امجا وله وصل الثلاث والاحدى عشرة بتسليمته ويجوز بتشهد وبتشهدين في الاخيرة والتي قبلها وبتشهدين افضل وجائز ام نيوجاكا إذا وثمان بيك تحيات قشتي بخواني وبدو تحياتيش في الأخيرة لم أخلاك ينظر ركعاتك والتي قبلها ويك بيش أمو هاد وكو سير ركعاتك به حاربي يعني بود دي يك ركعات بخواني بو بدنك قيش ركعات أقل ينظر كبه نا يكتش يك تحيات وحموي ويجوز بتشهدين دي بيك تشهد قشتي بخواني واتواني بدو تشهديش بخواني جاء مكة بلين دو تشهد من بي بو تشوية يا أما في الأخيرة بو يانزدانك ياك على والإحدى عشرة بتسليمتين والتي قبلها إيش يعني أويك قبلي أخيرك ياك أبيتا وله وصل الثلاثي نعم وصل السياكة عوا يعني أو سياش كاتو يعني بدو تحيات وبتحياتك إيش بيخواني ويا أصدقاش يعني بدو تحيات يا بتحياتك بيخواني أو دو أول تحياتي يا أصدقاش أنا بلا كاميرا كذلك أبي هل أود بنايكو من لا مثلاً لدهمو يازدا باش أمر أو وبتشهدين أفضل ولي أجر بدو تشهد باب باشتر اللي ويك بتشهد يقبل فإن زاد على تشهدين باشا أود شون بتشهدين شي هي هيتو على تشهدين مرز أري فإن زاد على تشهدين بطلت الصلاة أما بتشهدين كي نسيه لسال الدعاء على تشهد أما زيارة هذا الدعاء اللي والتي قبلها وبلا وبتشهدين هي صيغة نا وبتشهدين أفضل وتواب فإن زاد على تشهدين دي عبارتك بطلت صلاته تدرس ولأما من نسيه فإن زاد على تشهدين بتشهدين بطل صلاته ناوي كما زاد زاد باش فإن زاد على تشهدين يعني بكابس يتشهد لا ينزك دا باشا وبطل صلاة نجري باطلة والأفضل تقديمه عقب سنة العشاء باشا أفضل وايا تقديمي كين يعني بيشي خين واتم قدمي كين هرب دواي سنة عشاء بخوانين إلا أن يكون له تهجد تقديمه يعني زوبي يعني تقديمي كين بيش خوي بخين برلوي بخوي بيخواني باشا مگر كابرا داري تهجد بي يعني بوجوره مثلا شو هست يتوا شو هست تهجد يعني شو هستانوا دواي خو حالبي اگر او عادت بو كاكيز نوج عشاكي خندو راتب عشاكي خندو بخوي دواي هستا او ينظر ركعات دواي خو كبخويني دواي هستانوا بو يالي والافضل تقديمه عقب سنة العشاء الا ان يكون له تهجد مگر شخص كداري تهجد به فالافضل اوقات تاخيره عربي فاز افضل وايا او نوجوات الدواخه ليوتر بعده يعني افضل وايا با وترك بخوان دواي هناك دواي تهجدك بخواني ولو اوتر ثم اراد تهجدا ما اشتبه نسيوه بربر ولو أوتر ثم أراد تهجدا صلى مثنى مثنى يعني أجر كابرا وتركي خوين بيلا أولوا ثم أراد تهجدا وتركي وخوين دوا دوايا وإرادة تهجدك أم جا دو دو إخواني حالبي إتي ولا يعيده تازي إتي وترك تكرار وناكا هاوا ولا يحتاج إلى نقضه بالركعة بعض هيا لبين هاجا قيلة قديني تو علي أتواني بو أويكا آخر حديث يجي على وتر بكن بآخر نوج بآخر نوج الشوتان حالبي بوي أو سنة تبيرت دي كبرى دواي نوج عيشة وتر يخوين دوا إيسا مثلا بو
تهجد هل أسيته ولو كاتا يجي يقرأ ركعات خويني مثلا أو كي قبلي كخوين ديوتي بوجود أبيت يعني كأنما إيتر وترك وتري نخوين دو حالبي جاء أمر الدسة قابل نيوش خوين دن وقع ووايا وتركي أو وقتي هل وشانو أما إيتر كأنما وتر نخوين دو إيسان يجي وتركا أخويني بوي كأنما هناك هنا بتدي أو دسولة كيف يغمر دودي خالص كفرموي آخر نيوشتان با وتركا بي أما أم علي ها؟ أي ركعات نية تشيلي؟ عليها النية ما علي النية ما وترخ بين. باشا. يا نيتي أوائه يعني أبكو بلي نية ما والله جنازة ما قبل نية ما وتركي. وتركي هل ذا وشين ما هو حالبي؟ يا وتركا جوتك أم بجي جاي هل وشانه ولا جوتيك؟ نعلي علي لا يحتاج إلى نقلي نعلي دروزني. فلو أوتر ثانيا لم يصح وتره. وتره هو. وتره. على شيء ولو شيء. فلو أوتر ثانيا. أري. أفرمي قال في مغني محتاج والأصل. باش أصح كي وياه. بلام قيلة جاية لبرابريا. هوا أم بإشارة بقيلة كا. قال ولا يحتاج إلى نقضه بركعة قبل التهجد. باشا. على بره وتهجدك أخواني. مثلا ركعاتك بخواني بوأويكا. وتركي بيش تهجدكي هالوشيتو احتياجي بوانية احتياجي حالبي ويون اقل اما نريد انسان ترمزانا جيركا وقتاياتو ركادة وتركي اخواني شايشو بالبيتو ومسكو دولة خلق بيهربو قيلة جلاب سفرمي بلا بلا نا اخو من القناس هناك كاكا نوجي تهجد اصلا بجماعاتي تياسو النذنية بخودان شنوجي تهجد هركز بخولي اي شي لأخو زين شو أنا شد نبي إزافيك ونبي كميشيك ويهوانيك على نبي إزافيك ونبي كميكيو مثلاً قرارك أن السري ودجي بيد عنه شو وأنا أبو نوع قربي بازار ومازار أوليك ويندب لا يتعمد بعده صلاة ومندوبة كلا دواي وترئي تنويج نبي يعني أقوى مثلا جاء أقر منزور أو يكا بو تهجد هالأسيتة وترنخ يعني دواء عيشة متوجبي ولديارة أقر بخويانا پر ما ممكن كسك بيوا بخورينا بيتا وآخر بنيام تا بنيام فرقك هواه هر وقت إرادة بك أتواني هلسي هواش هي مثلا إرادة هي هلسي بلان خبرينا بيتا أقر أوا عادتي بو أو يكا هر يكسر وتركي لدزرنا شيء ومانا زو بيخويني وآ أجل وترجع يخبر نوشة مش أصلاً نجي سنة غاد ودوها سنة بيقول نجي شو نفلي مطبق حرام يتشون نجي بحصاو بيقول أنا وشون نجي إيش شون يا كابري لو نيو الشواه هسي خوا خوي وصفي أنا كا مثلاً تركي أو جيجا كا وبعزمي أويك نوش خواني أواني على تتجافى جنوبه عن الملاجعي أخذت الجفاء للجفاء ودي يعني أو لا تنشتانيان كا جاء وش أما جيت يا أبو وقال خوتي بلا تنشتا خوا حالبي تتجافى جنوبهم عن الملاجع يعني أم لا تنشتانيان دتوري لملاجع لشوين خوا كان يعني أو شوين قرم ونرمى بجي دي يلون بخاطري نوش خوا أوان وصفك حالبي بالي ويندب التراويح والسنة التراويح وهي كل ليلة من رمضان أوش كل شوية للرمضان 20 ركعة في الجماعة هذه التراويح أوش بيز ركعات ولا جماعة هذه ويسلم من كل ركعتين وبهرد ركعاته صلاة وأداته بعض جاء ما ديارة لا يوم تهذا مرسوم وبهرد هنا بعض ويوتر بما قول هيبه ولا في قشاء وقصه هو حديثي وكقريت لما مصاي يا اصدقاء هذا حديث ضعيف قيت قبل يا بحديث ضعيف عمل كيل مالته وزيته هناك شو نشيني وني بله اذا تو تاول بره قوي وضعيف هذا مو كل زان واه كم مزقود واه بيستكب خوين يا راح حاج ما سواه وزاني لا فيش اخوان هذا بما شفت لو يخو ما عندك او هشتو سي او قويه ما وصل او قويه تزود لسلو درون كان بزني يعني صعيب بله ويسلم من كل ركعتين ويوتر بعدها جماعه ووتركش بجماعه هرشن
نوجي وتر ذاتا جماعتي تيا سنة دنيا بلا ما قال لدواي تراويح جماعتي تيا سنة إلا لمن يتهجد باشا ما قال كسيك قصي تهجدي ببين أقر قصي تهجدي فيؤخره ودواي أخال لقل تراويح كنا إخواني كلقل تراويح كنا إخوان وادي عليك أمر جماعتي تيا سنة دنيا ويقنط أو هي نوت أبو جماعة تيا سنة يعنى آخر ويوتر بعدها جماعة ونيا يعني دواي تراويحك جائزة مني أم إلا يا أكري استثناء بلا دواي كي نايخويني باشا يا لدواي أو بجماعة نايخويني أجر كسي بيو دواي خا حرب بجماعة نايخيني دواي مثلا بوي كشونو جديد آه وليت ما شاكا بو أوي آخر نية درستا إيما بلا نوترك إيسا شكل ودانية دواي تراويح أجر وتر خويني سنة بجماعة بي باشا بلا أخو أجر دعاء شيخين بيخين بوتهجد أو وقت شهر جماعة تيا سنة درس أخو أو وقت باء فاصل أخو أو شهر دعاء الراويح تازة حال بلا وتاني يا دعاء جماعة تيا سنة نابي أو إيش خوي قصيك ليش نوت ولا سروا بلى فالجماعة مندوبة في وتر رمضان فقط لا في وتر غيره ويسن الجهر بقراءته بربر وجهي وهر بجمل ويقنط في الأخيرة في النصف الأخير بقنوت الصبح وقنوت الصبح أخواني للركعات آخري وتركدا قنوت بياني أربتل النويد ومن رمضان أو كان ثم يزيد باشا وكقنوت رمضان كل الصبح كإخوان أعمش إزافاك اللهم إنا نستعينك إلى آخره كأو مفصلة هنا حاربي ووقت الوتر والتراويح ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وقت وتر تراويح كيش نيواني نيجي عشاء وروجبو نوا ويصلي الضحى ونيجي الضحى شخواني صلاة الضحى وأقلها ركعتان لاني كما قيد ركعات وأكملها ثمانين كامل تركي هشتة وأكثرها اثنتا عشرة وأكثر قيد اللي وزيات النويد وانظر ركعاتا ويسلم من كل ركعتين ووقتها وقت كيا من ارتفاع الشمس الى الزوال لكاتي برزوبونوي روج بان زي الرميك البرزوبي باري هتا اكاد الزوال يعني تاكاتي زوال جاي ديال دواي الزوال ني وروبي زوال او كاتيك الرجل ختي استواداء وكل نفل مؤقت كالعيد والضحى والوتر والرواتب الفرائض اذا فات ندب قضاؤه ابدا هر نفلك نفلك مؤقت يعني داري وقتك بيوكو عيد وضحى ووتر ورواتب فرائز وأمانة أقر فوتا مندوب القضايا يعني سنته بلا بلا وإن فعل لعارض بلا ما قال نواجهك جوري أبو مثلا لبر عارضي لبر روداوك نواجهك أكرا وكو كسوف وإسسقاو تحية المسجد استخارة وأمانة لم يقضى أوقع ذاكرنا ويني حاربي والنفل في الليل متأكد وإن قل سنة نيجي سنة كردن للشواء تأكيد زول نزول بقوته لروان جي دليل أمانه باك مجبه والنفل المطلق في الليل أفضل من المطلق في النهار نفل مطلق للشوداء فضيلة زيادة لنفل مطلق لنهار حاربي وأفضله السدس الرابع يعني أفضلي كاتي شو بو أو نفل مطلقة باشا يكششمي شوارما يعني شو وقت العربي كي بشوار ششم يعني تقسيم بشواري كي السدس الرابع شن مثلا عايزي بلان شو دوانزة ساعات وايا وايد يعني اللي يجي عشاء حسابيك بلا بك هلا مغرب وحسابيك شو دوانزة ساعات باشا دوانز سعادة بيتا ششم تقسيم بردوك يعني اگر بيكا بشن دو ساعات دي سدسي شوارام بيتا اوكا مثلا هشت هني بروا هشت ساعات شوي بروا مثلا شوار ساعات شوي بيني اوه حالبي ابتا اوكا شو دوانز سعاد بي وقت واشي شو نو ساعات اوك دوباره تقسيم برششيكا تقسيم برشش ساعات ونيو ساعات ونيو أبيت شش ساعات وشش نيويش أودي على يعني هر هينيك
هر سدسيك يك ساعات ونيوة يعني بلاي سدسي رابع أجر سدسي رابع بي يعني مثلا سدسي سيهم تيه بريوة يعني سي ساعات سي نيوي شوار ساعات ونيو رويوة إتلا وقته سدسي رابع شروع بي كسدسي رابع شروع بي توجدنا أواني وجك أخواني أو فضيلتي زيادرة الرابع والخامس خامس كيشي حالبي كي انقسمه أسداسا أجر شو تقسيم برششكا ها حالبي سواد بن وزير كي بن يجي بانيا دو شرجيشك بخير تورميسو يعني تازا يجي بانيا نا اخر خطو اگر مثلا للسوسي الرابع وبخامسة بك شو يزور بيني هو تنو يجي فان قسمه نصفين ولي اگر شو كاب دو قسمه فافضله الاخير بخاتني ويدو او اثلاثا يا اگر تقسيم برسيكا فالاوسط واوسطك بعشا حالبي يعني اني ويد وبي بس ما البيت ايره موفق بي شر